والست الواعية اللي عايزة تخلي بالها من جوزها لازم توريه اللي عينه ما شافتهوش يا خايبة. أنا نويت أظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، أنا هروح أجيبلك شوية أحمر وأخضر وهجيبلك قميص نوم من عندي نقاوة، بس قوم النبي اوعي تقولي لأم أوقيت بره إن أنا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس إن أنا اللي عملت كده، خليها تبان كأنها جاية منك أحسن. حبيبتي إنتي خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط واقف رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نمي خفيف شويه وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنني. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا انا ليكي انتي. شوق تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مرة وانا قلتلك بدل المرة اتنين التالتة من غير صوت، في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي، وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا باجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مقامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مقام أخضر؟ بصر
الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة، لازم يبقى لك فيها يا معلم. لما أنت لازمك فيها يا بجاشي. الأحمر ده اللي بيخلي البشرية شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. نركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك المرحوم. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى، الحته هنا ده البيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش عندك. انت هنا من امتى؟ قبل الاستراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوته دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوتنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، انا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب ابيض غالي من سواد ايامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. يا ما تيجي تعزمها على حاجه احسن. لا يا لا ما اقصدش كده، بس القهوه ملغمه بعوق. تعال نشرب حاجه عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والميه على حسابي. والجوزه فرق. لا لا. والقهوه فرق. لا لا. والجوزه فرق. لا لا. طمن اخبار افندينا ايه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرئاسة، وبعدين روح. انت كنت بتراقبه بالإيقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا، شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. امرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عمليه كبيره، وكالعاده لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاه النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجه على افندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى؟ يا باشا انا عيني عليهم ليل نهار، واي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الاكيدة انه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ ايوه حاجة مهمة، بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طراطيش كلام ما فيهاش معلومة اكيدة. يا علي الطراطيش ما تملاش قرد. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعة متأخرة زي دي أكيد فيها حاجة مهمة،
وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش، واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي، انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين، مفيش مشكله. كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟